مرحبا، عندك ورش ودرس صح؟ موجود ان شاء الله. طيب اوكي، بحلم اني اكون فعال بالمجال السياسي. جنينة. او مش شرط، انا يعني شخص من ذوي الإعاقة انه يكون بالبرلمان الأردني، حتى انه يوصل صوت كل الأشخاص ذوي الإعاقة ويكون مطالب اول بحقوق وتفعيل الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم شطور. أنا منى أبو نحلة، أنا ناشطة اجتماعية. أنا أعمل متطوعة مع جمعية أنا إنسان بورشات العمل اللي بتم عقدها عندهم، وأنا شاركت معهم كل هاي النشاطات. وأنا أكثر شيء أثرت علي جمعية أنا إنسان نفسياً، مرافق الصحية، حتى أنت لما بدك تروحي تشتغلي بيحكوا لك يعني أنت كيف بدك أبدأ، كيف بدي أشتغل، وفي درج مثلاً كيف بدي أطلع بالكرسي، كيف من الحمام مثلاً، المرافق الصحية كيف أنا بدي أستعملها. ولازم إحنا الطالب صدق لازم صح. يلا همتك معي إن شاء الله. بالنسبة للنادي الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، فإحنا هناك بنروح بنجتمع كلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنروح بنقعد هناك بنحكي، بنتبادل آراء، يعني بنتدرب فيه، يعني هو مثل بيت تاني. يعني حتى القانون مش معترف فيه لهالدرجة احنا مهمشين؟ مش قصة مهمشين، أو إنه مش موجودين؟ يعني أنا لما إجيت رحت إجا كتاب إنه أتعين، فالمدير رفض انه انا على عندي درج وما بقدر اشغلها. هذا مستحيل، مش مهيئ بيا نهائي نهائي، يعني حتى الشوارع مش صالحه للعربيات ولا صالحه كثير من ناحيه التكاسي بشكل عام، يعني بوقفوش لهذول الاحتياجات الخاصه اللي على الكراسي اللي هم اللي على الكراسي. امبارح ساعه كامله وانا نظره المجتمع للشخص المعاق عندنا اجمالا سلبيه، طالب بحقوق ونغير وجهة نظرة الناس للفئة هاي اللي مهمشة بالذات. لا لا، رح نبطل مهمشين. نعم. سبحان الله. تقريبا سنة السبعين كان عندنا بوليو كتير منتشر الفيروس. صح. ونصبتي مش بس انتي، يعني كان امشي والله حلوة عن جد. و لما مرضت صابتك سخونة واخذتك امي على الدكتور، طبعا ضربك ابرة الممرض اللي هناك، واجيتي وكنت قاعدة انا وامي، شو اسمه تحكي لي مسكيها شوفي اختك شو مالها، وتوقع على الارض جد. اللي بتحكي صارت تصرخ، تضرب حالها وتحكي بنتي انشلت. قبل كنت احس بحزن بسبب وضعي، عملت يعني صار عندي نقله نوعيه، بالعكس يعني تغيرت نظره الحزن لنظره تفاؤل ونظرة أمل. حسيت إني قادرة على إني أغير شيء
فعلا صرت أطالب يعني وين ما بأي مكان صرت أطالب إنه صارت عندي جرأة إني أطلب هذا الشيء لأنه حق لإلي. مرحبا. أهلا. دوار فراس لو سمحت. تفضل. شكرا. هلا لو في مرأة عندها إعاقة ومحتاجة مساعدة، ترى بتروح تساعدها؟ طبعا يعني مثلا بوضع ايش انها مثلا واقفه بالشارع مثلا يعني بتعرج على اجرها او انه قاعده على كرسي تمام اها وإني يعني اساعدها كيف احملها مثلا بالتاكسي انه هو المشكله ان ايش انه بقدرش امسكها لان اول شيء عندنا الدين بيمنع ان اقعد المس المراه وكذا عرفت ما هي محتاجه مساعدتك ولا بودي يعني واذا الناس شايفه انه هي على كرسي وكذا يعني انا بتطوع يعني شفقان عليه ولا انه طبعا ليش ولا البني ادم اذا ما بده يشفق على مساعدة ولا انه ملزوم انه في انك كيف يعني طلعه لا ملزوم طبعا ملزوم اطلعه ليش بني ادم الله يعينه على حاله ولا لا مثلا على كرسي اعاقه بعرف شو يمشي شو يسوي يعني الكل بده يهمر يموت من الجوع مثلا ما يشتغل بس لا هي صارت الزامي بكل المكاتب انا بعرف لازم يكون في سياره للأشخاص عمري اللي قاعدين على كرسي 17 سنة على التاكسي عمري ما لمحت اللي بتحكي عنه أغلب الناس اللي بيكون معها مثلاً إعاقة أو بعرف يمشي بيكون معها شخص مثلاً بيساعده عرفت كيف إنه يركب بالسيارة يمسك له طب لو أشر لك واحد قاعد على كرسي توقف له أغلب الأحيان أغلب الأحيان بس هي أغلب الثانية في ناس تحاير بكون مثلا بكون هو اصلا مش مريض من هذول اللي بكونوا واقفين بتسولوا أرجيك أورد تيجي فيها عاملين عليهم عرض زي هيك طبعا في رجالي قمصان موجودة عندي رجالي فوق بالقسم من فوق وين ما رحت أطالب صرت أطالب كل إشي أنا تعبت وأنا طالعة الدرج هيك على راسي طب يعني ما رياضة طب افرض لا مش رياضة افرض انه شاب معاق بده يجي يشتري انت معك حق بهذا الموضوع نحن ان شاء الله يعني بدك تطلع الطابق الثاني هو لا هلا هو صار فينا انه كان في مشكلة بالمحل واضطرينا انه هاي بس ان شاء الله في درج كهرباء احنا ما في شيء اسمه شخص معاق في بيئة معيقة يعني لو في تسهيلات بيئية مثلا بالشوارع بالأماكن العامة يعني هاي بتسهل علينا بنعيش باستقلالية هلا أنا تغلبت يعني أنا ما إلي حق أني أفوت وأسوق براحتي وأفوت محلك براحتي طيب ما قصر الشباب معك يساعدوك طيب ماشي بس أنا بقول يعني إن من برا لا في رامبا اللي انا بلاش اللي انا لا احنا محلنا احنا مشكلتنا محلنا صغير احنا محلنا صغير يعني ما في مجال نحط اسانسير احنا ماشي لا ما بدنا اسانسير بدنا رامبا صغيره ما هو البلديه ما ترضى البلديه ما بترضى طب البلديه قاعده بتلزم بتلزم صح مش بتلزم بتلزم الرامبا بتلزم طيب انتوا التقصير منكم يعني تقصير منا احنا صح آه. ما بدكم ايانا نشتري من عندكم لا اهلا وسهلا صح اهلا وسهلا نساويها بس هي مكلفة يا ريت مش مكلفة بالعكس هاي 10 دنانير رام صغيرة هسه فهمت عليك ما فهمت ليش يعني رام لا
ليش؟ يعني بدك تسير العربيات ولا كسحة هيك كسحة بنساويها هذه. أنا فكرت بدك أسانسير أنا والله. شوف احنا بيجوا علينا من هون ماشي، احنا بنشيل الكرسي معهم بنساعدهم. طب ليش يعني ما نعمل لهم؟ بتعرف لو في رامب صغيرة ما بحتاجوا حتى إنه تشيلهم وحت... كسحة صغيرة يمكن ما بتكلف 5 دنانير. مظبوط طبعا بنساوي نساوي إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا. أتشرفنا. أهلا وسهلا. هذي أصوركم. شباب صبايا، اليوم رح نعمل اختبار الوردة. رح نشوف مين رح يساعدنا كون احنا طالعين نتنزه. فاللي رح يصير انه اللي رح نطلب المساعدة من حدا، اللي بده يساعدنا رح ياخد وردة حمراء. هي رح تكون انه شكرا لك وشكرا لإنسانيتك معي، وبس يساعدك ويوصلك لآخر الدرجات رح تعطيه وردة وتقول له شكرا. اتفقنا؟ تمام؟ جد حلمي إنه أصير شيء، يعني أحقق يعني أكبر قدر من اللي أنا بدي إياه. بدي توعية لكل الناس إنه بالشخص المعاق، احترامه. يعني انه انا بالنسبه لي بحلم انه بيئه بدون عوائق، الشخص اللي من ذوي الاعاقه انه فعال موجود. انا بالنسبه لي حابه اني اكون فعاله بهذا المجتمع. مرحبا، ممكن تساعدني اطلع الدرج؟ بس امسك بايدك. هاي الوردة، شكر لك لأنك ساعدتني، وياريت إنه كل شخص يكون عنده إنسانية مثلك وإنه يساعد الأشخاص الإعاقة وين ما كانوا. شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية. ياي شايف؟ اركضي اركض تكدي تشوف. حبوا الوردة؟ كيف عليها؟ قلت لهم عشانكم ساعدتوني. شباب صبايا، طبعا احنا جربنا انه كل واحد لحاله، فهلا بدنا نجرب انه كيف بدهم يساعدونا جروب. اوكي كليتنا رح نروح نوقف هناك نطلب المساعده، انشو شو بده يطلع معنا. اوكي كل واحد وردته معه. يلا هلا بدنا نشوف. يا اما نستنى يا اما بتكون عائله، يا اما بتكون مثلا 4-5 شباب. ايوه بحلم انه اكون صانعة قرار، لانه كل اشي مش مفعل بقانون الاشخاص ذوي الاعاقة، انه افعله يوصل صوتهم. بحلم اتجوز وصير عندي بيبي وصير حياة مستقلة. بحلم ببيئة صديقة لإلي ولكل شخص من ذوي الاعاقة. بس
المساعدة. هاي معنى إنسانيتكم وشكرا لكم. شباب.